اليوم مع يعقوب رح نشوف اخوتي كيف الرب وقت نكون بشدة، وقت نكون بضيقة، وقت نكون حتى بعيد عنه، كيف بيشددنا، بيعطينا القوة وبيعطينا الشعور بالطمأنينة والأمان وبيقلنا أنا معك. حأتعلم أنا وياكم اليوم من أسلوب الرب الرائع بحياتنا، كيف بيمشي معنا، كيف بيحمينا. يعقوب بمشواره لعند خاله لبان، بهيدا المشوار كان نايم وعم يرتاح، وإذ بيحلم بحلم، وهيدا الحلم بيشوف سلم من الأرض للسماء، وكأنه قدامه السماء مفتوحة. بيطلع وبيلاقي الملائكة طالعة ونازلة. بيوعى يعقوب من هيدا الحلم، وبيشعر كأنه الرب مرافقه، كأنه الرب حاضر. وهيدا الشعور يلي بخلينا نوثق بالرب أكتر، نتشدد فيه أكتر، ونحس بوجوده بحياتنا وكيف عم يرافقنا ويحمينا. وهيدا الشيء يلي شعر فيه يعقوب. وهون يعقوب حط الحجر أساس لمذبح الرب. وهون فينا نتأمل شوي ونشوف قدي نعمة الرب وحضوره بحياة يعقوب وحمايته. وما ننسى هالملايكة اللي طالعة ونازلة على هالسلم، نحن كل واحد فينا في حده ملاكه الحارس، بضل طالع ونازل، بيحمينا، بيشددنا، بيقوينا وبيشجعنا. كلمة الرب أخوتي غنية وبتشددنا وبتشجعنا. نتعلم منها كيف نكون حاضرين بحضور الرب بشكل دائم. والله معكم.